مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا في الصفحة الرسمية لديوان فام. احنا الان موجودين في مول فيلاجيو في الدوحة. المول هذا اللي جينا مرة اخرى قلنا فيه اصحاب يتحرك اصحاب اصطناعي، خلينا نعيشه وكأنه احنا قاعدين في المغرب. وركوت توا في الدوحة نورمال مول 5:30 دونك الليل توا، دونك الطقس ديما هكا لهنا وبارفيمي وكليماتيزي وكل شيء. على كل نستعملوا مع بعضنا شوبين في الدوحة باش نمشيو مع بعضنا وندورو ونشوفوا الأسعار هنا في المول هذايا في فيلاجيو، وخاصة باش نشوفوا الفرق بين الأسعار هوني والأسعار في تونس. نشوفوا الحاجات الموجودة، الحاجات اللي ماهيش موجودة كيف كيف. وكما قلنا باش نعملوا معكم دورة، خاصة باش ندخلوا للمرشي الكبير وين الخضرة، وين حكاوش على لي مارك، لأنه حتى لي مارك هوني غاليين براتيكمون كيما تونس، معناتها ممكن ثم حوايج فيهم سولد تزامنا مع كاس العالم لي بليس لي موان، والبقيه الحقيقه حوايج برشا غالطه. على كل دونك باش نشوفوا مع بعضنا توا قاعدين كيما قاعدين تشوفوا في المول، وباش نحاولوا نكتشفوا مع بعضنا. طبعا اذا كان عندكم استفسارات كومنتارات احنا مستعدين ان نجاوبوكم، بطبيعه عندنا المعلومه في كل سؤال باش تسالوه. دونك باش نكتشفوا الاسعار والفرق في الاسعار بين تونس والدوحه، بين المول نتاع تونس والمول اللي موجودين هنا في قطر في الدوحه. دونك قاعدين نشوفوا مع شويه باش نوصلوا للمجازان الكبيره اللي تقريبا موجود منها في تونس. ها هي بيدا موجود منها في تونس، دونك المجازان مش نمشيو لها قريب نوصلوا لها. هذا كما ضيعناش اثنين، لانه المول هذا يضيع الحقيقه في 202 في هذا النهر الاصطناعي، وكانك في فينيسيا لنا معناتها كما قاعدين تشوفوا. علي القريوي يقول تم، دونك نستناو تساؤلاتكم نجاوبكم في المباشر باش ندخلوا نشوفوا اسعار الحليب، اسعار الخضره، اسعار السكر، الحوايج الموجوده، الحوايج اللي مش موجوده. ثم برشا منتوجات تونسيه، لهريسه، زيت زيتون، الحليب، اليغورت، برشا حوايج تونسيه لهنا. شوفوا السوامة في الدوحة قداش تولي، اسكو كيما تونس أرخص من تونس وإلا أغلى من تونس؟ على كل أنا نشوفوا مع بعضنا دونك الأسعار. قاعدين تشوفوا برشا برتغاليين، برشا برازيليين موجودين لهنا في الدوحة كما قاعدين تشوفوا. ناس الكل تتسوق، ناس الكل تعمل في شوبينج، برشا سياح الحقيقة جاو تزامنا مع كأس العالم، وخاصة خاصة الناس اللي جاو محبين نتاع الارجنتين والبرازيل والمكسيك، اللي الحقيقه كيف تشوف تصاور وتسمع ليهم وتقول يعني شعوب ممكن فقيره نوعا ما، ولكن جاو برشا ناس. والقام اللي جات ناس عندها برشا فلوس، لانه هنا الدنيا غاليه غاليه فوق ما تتخيلوا، دونك وبالتالي يلزمك برشا فلوس باش تنجم تعيش، خاصه باش تنجم تتسوق وتعمل الشوبينج، لانه الحقيقه معناتها يصرف في برشا فلوس، وهذا بينيفيك على الاخر بالنسبه لدوله قطر وللجنه التنظيم، لانهم يرجعوا على الاقل شويه من الفلوس اللي تصرفت على كاس العالم. والمفروض مونوبري باش تلقاوها لنا توا على اليمين، سميناه على محاله كيوب. هنا نمشيو للسوق الكبيرة اللي كما قلنا الموجود منها كيف كيف في تونس، في تونس العاصمة موجودة، بروشين ما مش كل موجودة في صفاقس، موجودة كذلك في سوسة، موجودة في عديد الأماكن. مش تعرفوا قيمة الاستثمارات لهنا والسياح اللي جاو، هذوما اللي شادين الصف تشوفوا فيهم، هذوما الكل باش يصرفوا دولارات ولا اوروات، يعني باش يصرفوا العمله باش يبدلوها ريال باش نجموا يقضي، ولو انه هنا تنجم تقضي بال، شوفوا الصف مطلوا هذا الكل باش يبدلوا فلوس. تخيلوا انتم الحاجه الوحيده اللي فيها الصف لهنا انه في الدوحه انك باش تعطي فلوس ولا باش تبدل فلوس، فقط هذه الحاجه الوحيده. تنجم تقضي بالدولار صحيح، اما لهنا ال 100 دولار تجيب لك 364 ريال عند الصرافه،
وكيف تقضي ولا تاخذ بها تاكسي وغيره يحسب لك على 350. دونك نحكي الكل تاع 14 ريال. الواحد يحاوس في الدوحة، هذا واجبنا. صابر يعطيك الصحة، ميرسي ليك انت. زادة هذوما لي برودوي نتاع الغسالة وغيره اللي غاليين شوية الحقيقة في تونس. ثم شكون يسأل فيا يقول لي كريم بربي الكوش بقداش؟ عنده مشكلة في الكوش في تونس غالي برشا. والله تو نسأل لك ونشوف لك. دونك هذوما الكاجولين وكل لي برودوي نتاع الغسالات، دونك 12 ريال 12 ريال ديما فوا زيرو ويت، ديما نقص شوية، نقص هكا 2000 ثلاثة. دونك هذوما 9000 توانسة بريسك، هذوما 16 ريال 16 ريال مقابل تونسي بريسك كيما تونس. هذوما راه ثم مأكولات الحيوانات الأمور، قولوا لي لا فماش هنا الأمور. ثم الأمور، ثم الأمور، هذه أمور غسالة ب 21000 أغلى من تونس، لينا صغيرة هذه، هذه 37 ريال يقابل تقريبا 30000 تونس، أغلى شوية من تونس. به شو نشوفوا حاجات أخرين، مازلنا مطولين معاكم. دونك معناتها مش نعملوا معكم دورة كاملة وكأنه باش نشريو كل شيء. دونك لهنا 6 بيبسي ب 13 ب 10000، الكابا ب 15%، الكابا ب 16% 17%. اليوم مثلا مش منه في تونس مالوريزمون بيبسي. دونك الدخان هنا غالي 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 فوق ما تتخيلوا. دونك كيما قاعدين تشوفوا، دونك استرجاع المال بطاقة يكون عن طريق البطاقة وليس نقدا كيف تدفع بكارتا. دونك رجع دونك هذا القزوز الكانات هوني مش واحد، هذوما الكبار. فانتا هذوما الكبار، نحبوا الصغار احنا. شوفوا لدي طيب قداش الكعبه باش نجمو نحسبوا ونقيسوا. شوفوا لهنا الدبو قداش كبير، ماكينات وناس تمشي وناس تجي، فريمون حاجات ياسر واو. باه شوفوا يقولوا لي شكالت الحليب والسكر والزيت. باه باش نشوف باش نشوف يا وجدي. دونك دي توسكي شيبس وغيره، دونك 3 ريال كيما هذه هكا. دونك ثم اللي ب 17 هذوما غاليين، ثم اللي ب 3 ريال 9 ريال ديما فوا 0.8 كيما قلنا. هذوما لي جو هذيا ب 2 ريال، هذيا ب 1600. هذايا الكازوز نتاعهم هما. ثم حاجات موجودين منهم في تونس بالطبيعة في الأسواق الموازية. على قولوا لي هذوما التشيبس لي تيوب أنا ب 8 ريال 8 ريال. هي برينجلس تلوجوا عليها الناس الكل، برينجلس اكس اكس ال معناتها وفيها زادة 20%، هذه اللي لوجوا عليها البنات الكل. هذه 8 دينارات، هذه ب 8 دينارات وتوزن 200 غرام. دونك هي كبيرة راهي 8000، أرخص برشا من تونس الحقيقة، لأنه في تونس غالي. ثم الزرقاء، ثم الصفراء، ثم إي بون. الحليب والسكر مش نشوفوهم، والله مش نشوفوهم. ما ترجعش لصفاقس، لا لا نرجع تونس، تونس هذيك نحبوها وصفاقس نحبوها، نرجعوا جينا نخدموا أرواحنا بحول الله نرجعوا. دونك الاسوام 6-7 ريالات كما قاعدين تشوفوا في المباشر. بالنسبة للشيبس لي جو، جو غالي لنا. النكتار هذايا ب 18 ريال معنتها 15000، 15 ريال و 14 ريال معنتها غالي بارابور تونس، غالي معنتها ب 10000 لتر نتاع لي جو نكتار. هذايا الخل يوصل حتى 55 ريال. شوكولا دونك لهنا هذا الفستق 220 غرام ب 12000، انت بريسك 100 غرام ب 5000 فستق. وانت خوام الحماس ممكن اغلى شويه. كاجو
250 جرام ب 28 ريال اغلى شوية. فما اللوز لهنا عندهم رخيص يوصل الكيلو ل 40 ريال 40 و5 وحتى 35 ريال. واللوز الامريكي اكبر برشا من اللوز التونسي بذقته، لكن اللوز التونسي تحسه متفح اكثر وابن الحقيقه، معناتها للامانه اللوز التونسي ابن برشا. ثم التفاح لهنا زاد التفاح الاحمر احمر احمر برب عليه في تونس، اما تاكل في البلاستيك معناتها ماهوش تفاح متفح كيما نعرفوا احنا. ثم الاخضر متفح شويه، هذاك القارص اللي تعملوه في السلطه اغلى شويه قبل 5500 توانسه، دونك هذوما لي جو. مازلنا في لي جو. هوني برشا حوايج مصبر، اللوبيا غيره لوز نقاش هريسه الحقيقه، وخاصة أكثر حاجة يسألوا عليها الناس هي لي شوكولا. باب الجبلي عند كمون ارخص واضح الفارينة. لا الروز لهنا مستحيل يتقطع. عبد الحميد يقول لنا شوف الفارينة والروز، الفارينة تو شفناها كنا نشوفوا فيها، الروز مستحيل يتقطع. هاني نحكي معك تو، تفضل. هاي هاو الروز، هاو الروز، الروز بالكيلو كيلو ونص ياخذون، ياكلوا برشا روز خاطر ثم برشا هنود وبرشا من اسيا الشرقية، دونك مستحيل يتقطع الروز. الروز ديما موجود وبرشا انواع نتاع روز زاده موجوده، مش نوع وحيد. فرينه كما قلنا موجوده لهنا ولا ما عرفت الريون هذايا نتاع شنو نتاع حوايج انا ديجا ما نعرفهمش واحنا ما ناكلوهمش. رقائق سمك شنو نتاع هذاك التن والسردينه في الجو هذاك الكل. لاريسا وين؟ سردينه تن، شوف حكة تون. احنا في تونس كي نلقاو حكة تون راهو بجنبها سردينة وبجنبها لنا لا دونك تون لهنا هذايا بستة ريال 180 غرام، دونك اغلى شوية من تونس للأمانة. 5000 فرنك 180 غرام صغيرة. هذايا تون سوشي 14 كيف كيف، دونك لنا زادا هذا تاع التاكوس. التاكوس قداش من كعبة هذوما؟ دونك 12 كعبة تاكوس، ما نعرفش عاد مفوحين ولا لا، ما بسطاش نبيع كانوا ما نتخيلهمش مفوحين على كل. الشيبس كيما قلنا سوري ده هنا الكاتشاب والطماطم اكيد باش نلقاو لها ريسه، نحاول لها نلقاو لها ريسه لنا. دونك حكة طماطم، حكة طماطم لنا يا سيدي ب 9 ريالات، معناتها ب 7500 توانسه، اغلى من تونس. كاني غلط صلحوا لي، يقولوا لي ارجع، منين نرجع؟ البلاصه اللي عديناها ما عادش نرجع لها. عبد الله دونك نشوف بلايص اخرى، نشوف حوايج اخرى. الى حد الان ما كاينش ريسه، كاين كاتشاب وطماط ما كاينش هريسه. باهي مش مشكل، يلا ندورو ونرجعو نشوفو شوفو الحليب والغرز هذا. هاذوما المصبرات الاخرين، الفاحات هوني كيف كيف موجودين بكثره، كليل زعتر. التفيحه مش باهي برشا، لا هذايا بندق اما خشين برشا البندق هذا. 90 غرام ب 3000 لا ب 2500 90 غرام. بون باهي مش غالي برشا لان اليوم البندق في تونس غالي. هذوما التن هذيا كبيرة مثلا، هذيا حكة التن هذيا هذوما بدوا هكا كبيرة، هذيا ب 8 ريالات دونك 6500 توانسة. 6500 توانسة دونك لنا. هذا ديما روز وفازير. روز ماركة، الروز هوني عندهم 200 ماركة متاع روز دونك برشا زادا ماكلة هوني.
مقرونة. ها هذه ماركة تونسية. قد سباجيتي سيدي هاي هذية. هذية سباجيتي ب 410 في تونس نورمالمون، هوني ب 4000 تونسي. والله ب 4000. هاي شفتوا هذيك 400 غرام ما غير ما نقولوا الماركة. دونك لنا ب 4000 سباجيتي ب 4000. قلت لكم راني ماكلة غالية. كلهم ب 5000، كلهم ب 5000 5 ريالات كل، والريال بالطبيعة 08. دونك هذو ب 4000 سباجيتي في تونس ب 4000. باه شوفوا ثم شي نوعيات أخرين، بالك يجيبوا مكرونة طليانية كذا أرخص منا. هذه سباجيتي أخرى. باه كيف كيف. هذه 100% سباجيتي أخرى. هذه عاملين فيها فازة راه ما عندناش منا في بالي في تونس. كيلو 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 أخرى بالضبط. أما هذه ب 6500 ريال، معناتها ب 6.5 ريال. بون زايدين اسم بالطلياني مش مشكل. دونك قالوا لي حتى في تونس 3 سنين. بون صحيح مكرونة مدعمة، بعد 3 سنين تولي أغلى. دونك هذه ماركة أخرى تاع سباجيتي، نورمالمون ماهيش تونسية. هذه 6.75 ريال. هذه ميت ان ايطالي، معناتها التونسية ب 5 ريالات والايطالية ب 6.7 ريالات. هذا بالنسبة للسباغيتي. فما سباغيتي اخرى لهنا ميت ان ايطالي، هذه ب 4 ريالات ارخص من الماركة التونسية. دونك قاعدين تشوفوا، نحاولوا والله نحاول نوريكم كل شيء، نحاول ما ننسى حتى شيء، لانه ثم البلوك الاخر اللي كله شوكولا راني تو ما وريتهولكم، والخضره واللحم والحليب راني مش نرجع لهم بالواحد بالواحد، معناتها جوست نكملوا هذوما. لو تسكي مايونيز وكاتشاب و وصلصة الرانش. باه مش عارفه شنو هي صلصة الرانش، واللي مش كل حاجه حمراء تقول راهي حاره، معناتها بارفوا تاخذ حاجه حمراء. تفضل لي مقرونة ب 4000 بحنان عبد الناظر. هذا في مول فيلاجيو في الدوحة. دونك نحاولوا نعملوا معكم دورة وكأنه باش نعملوا شوبينغ ونوريكم الأسعار هوني مقارنة بتونس. باه هذا الزيت اللي مهبل الناس الكل في تونس، هذا لتر ونص أغلى برشا من تونس. لتر ونص ب 20 دينار. هذا زيت القليان كيف كيف، كل هذوما تاع لتر ونص كل ب 20 دينار. زيت عباد الشمس هذا، هذا زيت عباد الشمس لتر، زيت عباد الشمس ب 4000 تونس. هذا زيت لختانيا 1.8، زيت لختانيا اغلى برشا من عباد الشمس 1.8 لتر، بريسك 2 لتر والكيكة الكبيرة اللي عندنا ب 24.25 ريال ومصنوع في قطر، معناتها قابل 20 دينار. زو زيت 24000 غالية برشا، أغلى من تونس. الزيت لنا أغلى من تونس. هذايا كاتشاب ما فماش هريسة حتى هكا بالزهر على الفازة، ما فماش هريسة. فينا المكرونة وما فيناش هريسة. باه واضح مش مشكل. دونك السمن أنا ديجا ما نحبوش من غير ما نشوف حتى سم وما نلوجوش عليه زايد. دونك هذا العصير بواحد ريال ب 800 توانسة لوطاني بالكل. هاي سيدي هاي مش نبداو في الصحيح. ثم هذاك ال تاع لومج نتاع الصغار وغيره قاعدين نشوفوا في الاسواق نورمالمون واضحين. يقولوا لي بالطبيعة أغلى مقارنة بالرواتب، بالفعل غالية غالية برشا. فقط حكاية الدش اللي شفتهم كيما هذوما لي كرواسون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فيها ستة كعبات ب 39 ريال.
ما انت ب40,000 في قبل توانسة 34,000. ما الحقيقة برشا. كان كعبة الكرواسون ب4,000. حتى الأمون في تونس ما يقصوش 4,000. ياغورت بالحليب 12 ريال. غالي برشا. هذي ذقتها على الاخر انا بنينة بنينة بنينة. ياغورت في جو فريز جو اناناس وغيره 1.75 ريال، دونك تقريبا 1400 تونسة، وكبيرة معناتها 170 غرام. هذه تشوفوا فيها كعبة ياغورت، وفي وسطها بلا مش نوريه لكم ثم حاجة فيها سبيسيال ان شاء الله نهار تويتي نلقاو منها في تونس. هاي سيتي شفتوها هذه هكا في وسطها مغرفة. شحامة خلوها هذه تحلى منا تلقاو فيها مغرفة. المغرفة هذه هكا ملوية في زوز، باش نعملوها هكا. دونك في أي بلاصة تاكلها بيان سور، أنا مادامني حليتها باش ناخذها هذيا. نواصلوا معاكم الرحلة. زبادي هو ياغورت، وانا هذه كلمة زبادي هي ياغورت، راني نبقى انت بقيت داخل كي داخل بعضي نسخايل زبادي والزبدة عنا كيما في تونس. اي بون، هذوما 6 كعبات زبادي ب 5500، الكعبة ب 800 وكبيرة سافا ياغورت بلوز او موان. أما على فكرة عندهم ياغورت بنين على الآخر، عندهم هذاك ياغورت سطولة اللوطة بنين بنين ياغورت نتاعهم. هذوما راهو منتوجات قطرية، ثم المنتوجات الفرنساوية كيما عندنا منهم في تونس دانيت وغيرو. دونك ما تنساش اللي هو الرواتب، ما هو الضوء الصحة بلاش، ما هو الضوء راه بالفلوس ماشي بلاش، كل شيء بالفلوس. هذوما مثلا تيروس هذايا غالي ب8,000 اللي كعبة ياغورت. ثم يعني الحقيقة أنواع الحليب لنا عينيك ما تشوف إلا النور. هذا الحليب الطبيعي العادي هاك كامل دسم 8,000 ب7,250 لترة، دونك يقابل بالتونسي 6,500. هذا كيف كيف يقابل بالتونسي 6,500، ولو انه لهنا على الاقل الحليب موجود، ها لانه في تونس ماهوش موجود. عندهم البن معناتها والرايب بنين على الاخر. زبادي نرجع من جديد 5 و1 بلاش، راه الكعبة قابل تونسي ب 800 مليم. هذم لي مارك اللي موجودين في تونس، ماركوات فرنساوية مثلا. هذه في تونس الصنعة، ما كان شوفوها توا مع بعضنا. هذه مصنوعة في تونس وداير نجم تقراها بلد المنشأ تونس، واضح. هذه ب 2400 مليم توانسة، بالتالي أغلى برشا من تونس. الكعبة بيان سور ب 2400. دونك مازلنا متواصلين معاكم، باه نختموا بحويجة بو ما نختموش، يلا باه نزيد. هاي سيدي نمشيو للخضرة والغلة، نمشيو للخضرة والغلة ونحاولوا نصوروا معاكم نعطيكم الأسعار. باه العظم، العظم غالي شوية زادة لنا، معنتها الباكج تاع 6 كعبات ب 7 ريالات، معنتها الكعبة بدينار بريس، هكاكا غالي. باه نبداو بالليب، بقولوا لهنا عندنا كل برشا حوايج من إيران يجيو، عندنا برشا حوايج يجيو
من إيران. دونك ليم 5 ريالات من جنوب افريقيا ليم هذا البرتغال. ويعطيك بلد المنشا ريتو درابو، درابو تاع جنوب افريقيا. هذا البندق خشين شويه، البندق هذا 250 شنو 64 ريال غالي. كاكاوية فستق الإيراني ب 74 ريال الكيلو. هذا ميكس مكسرات تركي، هذا تركي في كاجو فستق، فيه جوزة وفيه كاجو أورانجي ما عرفتوش منين. هذايا يقابل 60,000 توانسة الكيلو، الجوزة يقابل 50 دينار توانسة الكيلو، هذي أرخص من تونس موجودة الجوزة. بوفريوة المقشرة ومش مقشرة ب 74 ريال و 08 بون، قابل 6,000 أو 60,000 الكيلو. الكاجو الكيلو ب 60 دينار، هذايا الملح حاولوا نذوقوه، هاي كارتو خشينة. عندي بنين على الاخر، بنين برشا. الكاجو هذا الهندي ماهوش مقلي ب 50 دينار توانسة. لوز تركي 68 ريال 60 دينار فرنسا. هذا اللوز اللي قلت لكم عليه ب 40,000 فرنسا. القهوة كيلو ب 40 دينار، نذوق كابا إن شاء الله يسامحونا بالطبيعة. بنينة محالة تمر مجدول المغرب الكيلو ب 40 دينار، مخشين برشا تمر هذا، لون التمر بعد تونس ما حقيقة زي بون. الليم هوني برشا جي دورونج يستعملوه. دونك الليم مادة أساسية ب 3 ريال 4 ريال جنوب افريقي، التركي 5 ريال، دونك ما بين 3000 4000 كيلو يعتبر طبيعي جدا. هذا غالي، هذا ب 22، هذاك الزنبيع ما غاديك ب 25 ريال. هاي سيدي شوف التفاح من كل مكان في العالم كان موجود، تلقى التفاح كيما هو بيدو بجنب بعض. وقت شوف هاي سيدي تلقى الاسترالي نيوزيلندا عفوا 8000، تلقى مش شيلي ابعد شيلي بالطبيعة ب 25,000، ايطالي بريسك 20 دينار. طب ربي شنو الفرق بين هذا وهذا كي تغزرها. اي داير ناخذ الايطاليه مثلا نشمها ما نحسهاش مطفحه، ما نحسهاش مطفحه. ها رويال جالا هذا الايطالي 27، هذا نيوزيلندي ما تحسش مطفحه الحقيقه، تحسه بلاستيك. ثم تفاح مستصفر شويه خديت منه مره اخرى. هذا الفرنساوي تفاح، إيه هذا متفاح تاع فرنسا. ثم الاخضر زاد فهمت انا كيفاش تفاح يلمع معناتها هو كانه بلاستيك. سي بون هذا تاع نيوزيلندا، ابن تفاح عندهم التفاح الايراني ان شاء الله نلقاو منه. كنا في المجازان بجنب الدار ممكن بربي شنو الفرق بين هذايا والاخر. الاخر 31 ريال وهذايا 6 ريالات،
هو بيتو والاخر ايطالي ولا ايطالي. ملا والله العظيم هذا ريحته ريحته مطفحك حتى كتشم ريحته تحسه مطفح. بون ممكن الحاجه اللي تبقى لهم يحطوها هنا لانزاس الاسباني وما زال اخضر يصفر في الكونجيلاتور. ممكن لانزاس الارجنتيني التركي ب 8 ريالات الاسباني 17 ريال دونك غالي شويه. هنا اللنزاس اللبناني ب 24 ريال غالي. التفاح الاحمر اللبناني ب 24 ريال دونك غالي. الصربي التفاح ب 7500 ريال العلبه الباكج فيها اقل من كيلو بون بيزوموها غالي. البرسيمون برسيمون هذه انا ما فهمتهاش شنو هي. انا ماهوش مشكل العنب 8000 كيلو هذا عنب الشيلي. اما الكحلي كيف كيف نفس السوم والعنب كله نفس السوم. هاي سيدي الرومان الايراني بالطبيعه الرومان جابس هو الاول. وانا خيط بون ب 4000 كيلو. الباذنجان الافوكادو العوينه المانجا الكيوي عفوا العوينه ب 8000 الكيوي الكيلو ب 4000 الكابه بدينار في تونس. مش ورد رجلي مشماش وكأنك تشم في حد شيء. طب ما اعتريت المشماش ما فيش. دونك الخوخ غالي الخوخ. باهي هذه القشطة الكريمة احنا نقولوا لها في تونس. دونك غالية. باشينا في الكيلو. ونو الكيلو معناتها كعبتين يعملوا كيلو. على كل لما الحاجات الإيطالية والإسبانية لانزاس الهولندي ب 38 ريال هذا مستكحل. نعرفش علاش ب 38 ريال ما عندها ب 35000. توما شفنا الأناناس بطاطا عم تشوفوه تو. هاي ست نمشيو للبنان. بنان اصفر احمر اخضر مو احمر لا مش ما نبالغش. هذو هما الاسعار بالنسبة للبنان. البنان 3.5 ريال اقل شوية واليوب التونسي براتيكمون 5000 5000 دونك. هنا الكانات كانت 0.5 سنتيلتر دونك كبيرة كانت نتاعها 330 ب 1800 ونسة. باه كيف لي بيبسي وغيره الدلاع والبطيخ دونك سي بارابين. نمشيو لهم. شوف شوف الحوت الكيلو 56 35 كيلو مصري معناتها المصري ناخذ بالكيلو. هنا الدجاج المشوي بطاطس غالي الحقيقة شوية. الدجاجة هذيا فروج مش دجاجة والكيلو الكيلو حبة به وان بيس هذيا ب 14000 برشا. الانواع تاع الروز لهنا اللي خلقها ربي الكل موجوده بالبتاع. الميني بيتزا وغيره به. اي سيتي هوني البيتزا هذا تاخذ بيتزا كيما هكا
فيها تون هذيك ب 16، حطها في الميكروويند والسلام والعافية. هذوما الحقيقة 71 مطعم 60,000 40,000 40,000 وأرخص شوية، شنو النوع نتاعو ولا محالة غالي لما مرة غالي. الطرف السردين هذايا ما نعملوش حتى ديسير ب 10,000. شوية كروفات وفازات و 11,000. ندخلوا للمرشي. التون كيلو ب 12,000. 10,000 تونسي. هوني ب 16. 11 كيلو ب 8,000. اللي يحبوا ياخذوا 11 اللي عندنا مرحبا. هذا الشوابي الخشين، خشين برشا الشوابي. 18,000 في تونس أغلى. نشوفوا الوراطة هوني. هذه الوراطة، الوراطة الكيلو ب 25,000. بيان سور مربية مش بلدية. القاروس، القاروس التونسي هاكو شفتوه، القاروس التونسي ب 32 دينار اللي في تونس. بون بالخشن هذا 17-18، معناتها هذا لازم ربي لازم كنجل ونزيد ناخذو 32. ما نأثرش على عليكم، ولكن بون هذا السالمون النرويجي غالي شوية 69 فيلي سالمون زاد غناء. بون على كل هذه الاسوان بالنسبه لقطر، فماش انداس، فماش تريليا، فماش الله يشاهونا في فطيره حوت ومرقه. على كل لي شو الحومات كيما وعدتكم، انا باش نخدموا بالشوكولا. دونك هذوما نمشوا البقري والعلوش، عجل محلي رضيع، عجل هولندي. أرخص من تونس اللحم، لنا لحم الجمل المحلي، لحم الجمل طب قديش لحم الجمل؟ بون 52 40,000 كيلو. خروف تنزاني خذوا معايا. خروف هذا الباكستاني ب 40,000. خروف الهندي ب 40,000. خروف السوداني 35,000. خروف الاسترالي 24,000 تونسا. خروف الجنوب الافريقي غالي شوي 50 دينار. دونك ثمن هنا الخروف اللي تحب عليه انت. بالطبيعة برشا توا شاهدوا في الفيديو يعرفوا الخروف اللي في العيد مالوريزمون، الخروف النيوزلندي كذلك. هذوما لي كوتليت، هذوما الكوتليت الكيلو ب 820 دينار. كوتليت كيما معناتها تحط على القانون نشوي هكا هاو، معناتها الخروف هنا قد ما يقسم قد ما يولي اغلى. المقري في المعدل نتاع 40 دينار تونسا كيلو. شفت بلاصه اخرى ارخص شويه، انا محاله 64. انا بقر نيوزيلندي، عجل هولندي. شوف الفرق، الهولندي لحم بهافت، الاخرين تحسوا احمر اللحم. على كل هو كيف كيف غالي برشا الهولندي. باه
شو بارتي الاخرى تو شو بستنى لي هكا مش معه شكل عام 5000 حتى هيك به نكملوا ناكل هنا الخضرة طماطم وغيره أنا من اللي جاتو كل شيء نشوف لها سخرة باهي جبونات لأن على فكرة الموتزاريلا تحسها موتزاريلا بالحق داير كيف تعمل شتركة على البيتزا تدوخك موتزاريلا قوية على الأخر وبنينة هذاكم الناس اللي تاكل من غادي الكريب هاي سيدي ها قريب نكملوا مع برشا هذوما مشينا لهم هذوما تاع الحليب مشينا لهم هذا مشينا لهم هذوما مشينا لهم بون هذوما لا هذوما تاع الشوكولا وغيره دونك مازالو هذوما و الاخرين باه نبداو كيما لي مينيمز دونك بسبعة تونسة لي مينيمز الصغرونة هاذيكا 2500 لي كبيرة 160 غرام ب 10000 تونسة بون برشا كولو لي كريم النوتيلا النوتيلا باه دونك هاذيا سكيتلس دونك 1600 سكيتلز مش غالية شوفوا هذي بكون هذي في الكيندر الكيندر هذي هذي حبوها برشا على الحقيقة هذي ب 6000 رخيصة على الحقيقة بونو كيندر بس انت تشتري برضو يعني كده مش هتكلم فاضي اوكي ذي ستة ريس بو باهين هذا البيوتي 12 ريال يا مورنينغ تبقي مشهورة أنت في تونس؟ ها؟ تبقي مشهورة في تونس؟ يوتيوب؟ دونك مصرية كما قاعدين تشوفوا ب 12000 هذايا البيوتي مش غالي الحقيقة هذايا 10 كعبات ب 10000 تريكس الكيت كات كاب ب 800 ملي موجود معناتها باه نمشيو للاخرين فرتيتها معناتها ولازمك تعمل اللي روتور انا باربعة خمسة ريال ثلاثة اربعة دينارات تونسة ريال هدي بعشرة ليس مش غالي هدي 32 25
هذه أشكارة 800 جرام هاك ورزينا مع 800 جرام فيها 16 دينار فرنسا قابل. هذا مالي كفري بتاع لي كادو جالاكسي هذه ب 13000 والله مش غالي كيف اللي شكولا لنا ما مش غاليين اختي. الميرسي زاده مش غاليه، ميرسي الكبيره معناتها فريمون هذه معناتها الكبيره بالكل بالكل 25 دينار بس. الاخرين ب 15 دينار تاخذ ميرسي الفيرو روشي بون 35 هذه قبل 33 فرنسا تمام. رافاييلو كيف كيف هذه إيه رافاييلو ترانشوفا هذه إيه 16 دينار دونك ماهوش خايب السوق ماهوش خايب السوق. يقول لك هذه إيه ب 8 دينارات هذوما غاليين. بون هذه رزينة على الاخر، هذه رزينة برشا، هذه 126 هذوما ماركات غاليين معاك دايمينك نتاع برسين وغيره غاليين شوية لنا باه. سنيكرز 8000 بونتي 8000 سنيكرز 8 الكبيرة بتاع 10 كعبات ب 14 توانسة. هذا هكا كيلو مخلط كامل فيه 35 كعبة، هذا ب 35000 توانسة باه مش خايب. هاك الحقيقة هاك قاعدين نشوف الأسعار بريسك في الشوكولا في المتناول سوا ديزون في تبش بلوز او موان في المتناول، في الماكلة غالية، في الالكتروميناجي رخيصة. مشينا وشفنا هذوما الأسعار كيف كيف. دونك لنا هذايا 455 غرام بسكوي 24 غالية. نوتيلا الناس الكل تسأل عن نوتيلا، هذه 6 كعبات نوتيلا ب 6000 كعبة دينار مش خايبة. الكيندر كيف كيف فوقانية هذيك البسكوت 9000 و 7000 بزومة مش غالية. هنا ثم البسكوت باه بسكويت. يلا نرجعو ندورو في بلاصة أخرى، نرجعو على الميبو كل منين دخلنا. هكا نكونو تقريبا عملنا بكم جولة كاملة وعطيناكم الأسعار، دونك خدمت الكالكيلاتريس اللي عندي باش نجم نعمل كالكيول. بالطبيعة راهو الأسباب اللي نعطي فيها بريسك هي بيدا، معناتها ماهيش هي بيدا 100% لأنو تضرب فوا 0.82، دونك نحاول ديما نطيح شوية على ال ولا نضرب في 8 وناحي 0 حاجات كيما هكا، نزيد شوية بعد من عندي في الصرف باش نلقاو معناتها الأمور قد قد. دونك لي كاب دو بان لهنا غيره ماهمش غاليين، راه ماهمش غاليين ماهمش غاليين. معناتها تبش لنا سبق ودخلنا أول فيديو تو بعد ما نكملوا اللايف تنجموا ترجعوا وتشوفوا، دونك ماهمش غاليين جملة حتى طرف. على كل هكا كملنا معكم اللايف مباشرة من مول فيلاجيو، عملنا لايف طويل شوية اليوم وعملنا فيه شوبينج شوبينج كامل. ما خدينا منه حتى شيء بالطبيعه شوبينج باستثناء كعبه ياغورت، ولانه حليناه باش نوريكم الفازه نتاع المغرفه كيفاش. ولكن شفنا انه الاسعار في قطر اغلى من تونس صحيح في المواد المعيشيه، ما تو في تبش ولا في الالكتروميناجي المواد الكماليه نوعا ما ارخص من تونس. يلا تشاو نتقابلوا.